مساء الخير على كل مستمعي نجوم اف ام، رجعت لكم تاني وحلقه جديده من خفيف خفيف معاكم يارا جندي يوميا في رمضان بوصفات كلها خفيفه وصحيه. النهارده احنا هنعمل ستيك بالقرنبيط المشوي وهنعمل شوربه الفراخ بالافوكادو. زي ما تعودتوا دايما بقول لكم او ببتدي بالمكونات وبعديها طريقه التحضير. تعالوا نبتدي مع بعض باول وصفه النهارده وهي ستيك القرنبيط المشوي. هنحتاج قرنبيطة متقطعة، وهنحتاج معلقتين كبار ثوم مفروم، 3 معالق كبار زيت زيتون، ربع كوباية جبنة بارميجان أو جبنة مبشورة أي نوع على حسب اللي انتوا بتحبوه، معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة كبيرة بقدونس مفروم. هنروح بقى لطريقة التحضير. أول حاجة هنعملها هنسخن الفرن على درجة حرارة 180، وهنحضر صينية الفرن بتاعتنا وهندهنها بشوية زيت زيتون قليلين قوي، وفي طبق هنخلط الثوم المهروس وزيت الزيتون والملح والفلفل بتاعنا. هنحط القرنبيط بتاعنا في صينية الفرن المتحضرة وهنصب عليها الميكس بتاع الثوم اللي احنا عملناه. هنا بقى هندخل الصينية في الفرن حوالي نص ساعة تقريبا تستوي نص سوا. هنخرج الصينية بتاعتنا من الفرن وهنوزع الجبنة المبشورة بتاعتنا والبقدونس فوق القرنبيط، وهندخل الصينية تاني في الفرن بس المرة دي لمدة 10 دقايق لغاية ما يتحمر الوش والجبنة تدوب. وبألف هنا كده نكون عملنا أول وصفة معانا النهاردة. نروح لتاني حاجة وهي شوربة الفراخ بالأفوكادو. نبتدي مع بعض بالمقادير. هنحتاج معلقة كبيرة زيت وبصلة مفرومة وثلاث فصوص ثوم متقطع، 6 كوبايات مرقة فراخ، ومعلقة صغيرة زعتر مجفف، وثلاث صدور فراخ نكون طبعاً شايلين من عليها الجلد والعظم، وربع كوباية كزبرة، وثلاث طماطمات، وثلاثة أفوكادو، وملح على حسب الرغبة. هنروح سريعاً لطريقة التحضير. أول حاجة هنعملها هنحط الزيت على النار ويسيبه يسخن قوي، وهنحط عليه البصل والثوم ونسيبهم لمدة دقيقة. هنضيف المرقة بتاعتنا والفراخ والزعتر المجفف، هنسيبهم ياخدوا غلوة كده سريعة على نار هادية لمدة ساعة، وبعديها هنخرج الفراخ من الحلة وهنستخدم شوكتين كده عشان نقطعها خالص. هنا بقى هنحط الفراخ مرة تانية في الحلة وهنضيف الملح، وده على حسب الرغبة بقى، شوفوا انتوا عايزين ملح قد ايه، وهنقطع الكزبرة والطماطم والأفوكادو ونضيفهم للشوربة بتاعتنا، وهنسيبها حوالي ربع ساعة كده قبل ما نقدمها لكل ضيوفنا، وبكده نكون عملنا الشوربة النهاردة. طبعاً حابة أن أنا أفكركم إن كل وصفاتنا لو حابين تشوفوها تاني تقدروا تروحوا على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/نجومفأم أو على اليوتيوب شانل بتاعتنا. وما تنسوش هرجع لكم تاني وحلقة جديدة من خفيف خفيف بكرة. يوم جميل عليكم، باي باي.